اليوم راح احكي لكم على احواض الاسماك الكوبي مالتي، احواض ازلت بيها الذكور، واحواض ازلت بيها الاسماك اللي تتكاثر، واحواض ازلت بيها الافراخ. هاي الاحواض ليش انا ازلتها؟ على مدى احسن من نسل الاسماك مالتي. انا ازلت الذكور، اعزلها هي صغيره الى ان تكبر، واختار منها اللي يصلح للتزاوج حسب مواصفات انا وضعتها اللي هي اللون والحجم والنشاط. بصورة عامة كل المربيين يربون الأسماك ينتهجون هذا النهج، سواء سمكة كوبي أو جولد فيش أو أي سمكة، يعدهم عدة أحواض عشان يحسنون من النسل مالتهم. بس اللي يرغب يربي أسماك لغرض الونسة والفرجة فما يحتاج يسوي هاي العملية، لأن هاي الطريقة يحتاج لها عند المربي أحواض كلش هواية، ولازم يحتاج لها عملية تدقيق ومتابعة مستمرة على مود دائما يراقب النسل مال الاسماك مالتها، ويحتاج لها طبعا وقت طويل الى ان يوصل النتائج اللي هو يريدها. قبل سنة جتني هاي الفكرة انه ابدي انه احسن نسل الاسماك مالتي. اشتريت زوجين كوبي لون ابيض وزوجين كوبي لون احمر، وصل هسه عددهن حوالي 200 زوج. كل المربين يعانون من موت اسماك الكوبي. صحيح اسماك الكوبي تتكاثر بصورة كلش سريعة، بس بنفس الوقت تموت بسرعة. سبب رئيسي بموت أسماك الكوبي هو نظام الفلترة وكميات الطعام الزايدة. هاي أهم سببين تنتبهوا، لا تقللون كميات الطعام، تطعموهم مرة واحدة باليوم كافية، وتهتمون بكبر حجم الفلاتر وسرعة تدفق المياه على مود تحافظون على حياة سمكة الكوبي الموجودة. الذكور اللي هنا بهذا الحوض أنا مبقيها هنا بشكل مؤقت، راح اطلع منها للتزاوج بس الذكور اللي يزيد حجمها بسرعة والوانها قوية ونشاطها عالي. راح اشوف لكم فد شوية الذكور اللي اني مصعدها للتزاوج. هسه تشوفون احجامها شلون حلوة والوانها شلون براقة. فائدة عزل الذكور بوحدهم هو اولا انه ما خليهم يتزاوجون بكيفهم، وثاني شيء انه اخلق منافسة بيناتهم مثل مستعمرات البشر. دائما الذكور اذا اجتمعوا بمكان واحد راح تخلق منافسة من هم الاقوى بيناتهم ومن هو الاكثر وسامة اللي راح يجذب اكثر عدد من النساء. وعن تجربتي من اخلي ذكر معزول ويا عدد من الاناث راح القاه كل الشرس بالدفاع عنهم. يعني اذا اخلي ذكرين ويا 8 اناث راح القاهم يتنافسون بيناتهم، وكل واحد يحب يسيطر على الثاني عن يجذب النساء له. وهاي كلش فقرة مهمة على مود ازيد من تخصيب الاناث. هسه راح اشوف لكم احواض التزاوج مالتي. هاي احواض التزاوج مالتي حاط بيها نبات الشمبلان. نبات الشمبلان موجود تقريبا بكل بلدان العالم، ينمو يم ضفاف الانهار. فائدته انه يوفر الامان للاسماك وبيئة طبيعية لهم. لتشوفون بهذا الحوض هاي احواض اسماك الكوبي لونه ابيض بيها عدد من الاناث. هسه اطلع لكم اياها، هاي بس انثى واحدة صدتها، اصيد لكم البقية. وبيها ذكور 2 اختاريتهم على اساس اللون والحجم. تشوفون حجم الانثى كلش كبير لانه عمرها كلش كبير، تقريبا حوالي 7 اشهر وما زالت منتجة. اما الذكر عمره شهرين. هاي الاسماك انا اعتمد عليها بتحسين خط الانتاج مالتي، وهي هاي المجموعة تقريبا كلها. هاني حوالي حاط تقريبا 8 اناث وذكور 2 بهذا الحوض. معايير الجمال عند الحيوانات دائما تكون الإناث أقل جمالا من الذكور، ما عدا البشر تكون المسألة بالعكس. وهاي مسألة مهمة جدا انه شلون نتعرف عن الإناث والذكور في مستعمرة الحيوانات، انه تكون الإناث أقل جمالا من الذكور. بس يعني اذا تشوفون انه هاي ألوان الإناث صحيح موجودة بمكانات محددة اللي هي تتركز بالزعانف، بس تشوفون زعانفها كلش ضخمة وألوانها كلش طوخ، هذا يدل انه صحتها زينة ومستواها كلش عالي، ولهذا انا اختارها للتزاوج. هسه راح ارجعهن واشوف لكم الحوض الثاني شخال بيه اسماك كوبي. هاي الاحواض كلها انا مقسمها ذكرين على 8 اناث او اكثر. بهذا الحوض اني خال الاناث والذكور تكون لونها على سمائي فاتح واصفر، تكون يعني مكتسبة اكثر من لون. بهاي المجموعة مثل ما قلت لكم خال بيها 8 اناث وذكور 2. اما المجموعة الموجودة بهذا الحوض فهي من اللون الذهبي. اللون الذهبي كلش صعب عندي، بس عندي النتائج طلعت كلش حلوة. عندي هذا الذكر
هو ذكر ذهبي حاط هنا هم ذكور اثنين وحوالي 10 إناث. هسه اشوف لكم اياها. الاسماك الموجوده بهذا الحوض كلهم حديثه الولاده، يعني عمرهم ما يتجاوز الشهرين. الاناث بعدهن اصلا ما جايبات ولا مره، والذكور ايضا اول تزاوج لهم بهذا الحوض. وان شاء الله الايام القادمه او الاشهر القادمه راح انتظر انتاجهم واشوف النتيجه مال خلط مالتي ناجحه او لا. وطبعا همين راح اصحح بالمسارات مال تزاوج مالتهم، يعني ابدي همين اعزل واختار من اولادهم من اللي راح يتزاوج عندي هنا بهذا الحوض. بهاي مستعمرة الاسماك بهذا الحوض اني خالبي الاسماك اللي لونها احمر. هنا مستواهم اني بالنسبه لي احسن مستوى بمجموعتي، فخالهن بحوض بحدهن. انتاجهن للاسماك يكون كلش عالي، راح تشوفون احجامهن كبيره والوانها على اساس الوانهن واحجامهن وصحتهن ونشاطهن اني اختاريت ان اخليهن بهذا الحوض. خالب هذا الحوض اني بس انثاي اثنين وذكر واحد، لانه هن افضل شيء عندي، اما بقية الاناث ما خليتهن يتكاثرن لان الوانهن اقل من هاي الالوان. طبعا ما شاء الله منتجات وخلفن عندي تقريبا حوالي 20 فرخ موجود، وهسه عمرهن اسبوعين مثل ما تشوفون بالتصوير. صار عمر هاي الافراخ بهذا الحوض اسبوعين، بدت الالوان تظهر عليهن، والايام الجاية راح ابدي اعزل الافراخ حسب اللون. اما بهذا الحوض اني حاط كوبي احمر لون بلاتيني، مع الاسف هنا لقيتهن ميتات، والسبب من عندي. السبب انه اني زيدت وجبات الطعام مع ارتفاع درجات الحراره، سبب لهم الانتفاخ والموت. هنا بهاي اللقطه طلعت 3، وطبعا جيت ورا ساعتين طلعت 6، يعني خلص الحوض كله. مع الاسف وهاي درس لي انه ما انطي اكل هوايه للاسماك، يعني مرة واحدة كافية باليوم. فنصيحتي الأخيرة لكم أنه تقللون وجبات الطعام وتهتمون بنظام الفلتر للأسماك، ودائما تحافظون على درجات حرارة معتدلة بالحوض، وإن شاء الله تحصلون على أحلى الأسماك. مع السلامة، تحياتي لكم.